معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي بنسخته الخامسة، أكبر تظاهرة عربية في تركيا، فتح أبوابه لزائريه تحت سقف مركز أوراسيا للمعارض والمؤتمرات بمنطقة يينيكابي في قلب مدينة اسطنبول. أكثر من 200 دار نشر عربية من 15 دولة عربية وأجنبية تشارك في هذا المعرض الذي حمل عنوان الكتاب يجمعنا، وتتواصل فعالياته حتى 6 من شهر تشرين الأول المقبل. هذه المشاركة الثالثة لنا في معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي، ونحن نحرص دوما على تواجدنا في أي تجمع عربي سواء في عالمنا العربي أو خارج عالمنا العربي. احنا شركة سنابل، نحن شركة متخصصة في مجال الطفل، ننتج كل ما يخص الطفل، الكتاب التعليمي، تعليم الحروف، الأرقام، الرياضيات، اللغة الإنجليزية وما إلى ذلك من كافة النواحي التعليمية. مؤسسة البصائر للدراسات والنشر كانت حاضرة في المعرض بمجموعة كبيرة من المؤلفات التي تهتم بالشأن العراقي والعربي والإسلامي، من أبرزها منشورات لهيئة علماء المسلمين في العراق. تحتضن اسطنبول معرض الكتاب العربي الخامس بمشاركة أكثر من 200 دار نشر من مختلف البلاد العربية والإسلامية، وهيئة علماء المسلمين حاضرة في هذا المعرض بمنشوراتها التي شاركت مؤسسة البصائر، مشكورة بطباعة هذه الإصدارات والمنشورات، فضلا طبعا عن قيامها باهتمامها بالكتاب المهتم بالشأن العراقي، وأيضا الكتب الصادرة من العلماء العراقيين لنشر إصداراتهم وجهودهم في العالم العربي خاصة والإسلامي عامة. زائرو المعرض أعربوا عن ارتياحهم لأجوائه العامة وسعادتهم بوجود مؤلفات جديدة في الكثير من دور النشر. أتيت لشراء الكتب والالتقاء بالعلماء وطلاب العلم في هذه الفرصة التي تتاح في المعارض الدولية. ما شاء الله في كتب جديدة، في عناوين وجدتها في دار ابن كثير وكذلك دار الفكر العربي وكذلك دار الإيمان. صراحة متشوقة لعدة عدة عناوين من أبرز الكتاب، منهم أيمن العتوم وكتاب آخرين. روايات صراحة رائعة ويعني مشوقة، العناوين مشوقة، جاي لحتى أشوف عناوين تانية ممكن إنه الواحد يحب إنه يكملها، سواء روايات سواء كتب سياسية، كتب ثقافة عامة. فعاليات المعرض بدأت بحفل افتتاح رسمي حضره الدكتور ياسين أخطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تحدث عن انتشار تعلم اللغة العربية بمستوى غير مسبوق في تركيا نظراً لأنها من أهم لغات العالم، وأهمية المعرض في ربط الحضارات والثقافات ببعضها البعض. وبدأوا يساهموا في تطوير ثقافة التركية. الحفل تضمن أيضا مجموعة من الأناشيد باللغة العربية أدتها مجموعة من الشباب الأتراك. برنامج المعرض يشتمل على ما يزيد عن 60 نشاطا في عدة قاعات، إضافة إلى نشاطات للأطفال وندوات ثقافية وعلمية وفعاليات خاصة بالشباب، إضافة لجلسات وأماسي توقيع الكتب. العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكرم. هنا في مدينة اسطنبول في معرض الكتاب العربي الدولي بنسخته الخامسة، يتنسم زائرو المعرض عبق الورق الذي يحتوي في طياته الأساطير والحكايات والروايات. من معرض اسطنبول للكتاب الدولي، سمير السلامة، قناة الرافدين الفضائية، اسطنبول.